السلام عليكم ورحمة الله، حلقة جديدة على عرب جي تي. اليوم الحلقة مختلفة، عشاق سيارات العضلات تحديدا دوج فايبر، أسطورة مو عادية أمريكية تم إيقاف إنتاجها. اليوم أتوقع أكبر تجمع بالخليج، تقريبا 30 سيارة ما شاء الله، الله يبارك. إيش ستوك، إيش مزود، إيش معدل، اي سي ار عادي، يعني كولكشن. متعوا أنظاركم واسمعوا الطرب، والله يبارك لأصحاب السيارات. على فكرة أي شخص بده يشتري سيارة استثمار، أنا بعتبر الدوج فايبر من السيارات المناسبة كاستثمار طويل المدى. ممكن تحصل مبلغ جميل، جير عادي، 10 سلندر، تنفس طبيعي، ووقفوا إنتاجها. شو بدك أحلى من هيك؟ أي سيارة أنتوا بتشوفوا أجمل واحدة ما شاء الله، الله يبارك. هذا كلب الفايبر بالإمارات، هاي السيارة أتوقع أقوى سيارة بالكولكشن كلياتها. هاي الفايبر اي سي ار عليها ستروكر كيت 9000 سي سي، تخيلوا حجم الماكينة، 10 سلندر 9000 سي سي. الله يبارك لصاحب السيارة، استمتعوا الحبايب. بشرح سريع، شايفين هدول السيارات اللي عليهم سبويلرات عالية، المبدأ تاع الاي سي ار انه سيارة عليها ايروديناميك عالي جدا، هذا لتثبيت السيارة من الخلف. وشوفوا مشتت الهواء مشان السرعات العالية يزيد الثبات تاع السيارة. شايفين هدول القطع، هدول مش بس منظر، هدول الايروديناميك مشان تحسن من ثبات مقدمة السيارة. شوفوا هاي السيارة واضحين كمان، هاي كأنك نفس بقات تاعت الليمو انه باللون الاصفر مشان تكون الرؤية قوية، الضوء قوي. هاي 9 لتر مبينة وكالة ولا كأنه في شيء، بس هاي عليها ستروكر كيت 9000 سي سي، الله يبارك. شايفين نظام الزيت الموجود بسيارة دراي صم مختلف عن تاعت الوكالة، يعني الجماعة اشتغلوا شغل علمي معقد ومكلف كثير، بس النتيجة الله يبارك لهم. طبعا هاي سيارة سيارة اخوي عبد الله الزيودي، عاش بأمريكا 7 سنين، أخذ الخبرات تاعت الحلبات والسيارات السريعة حطها بهاي السيارة، سيارته الله يبارك له. على فكرة السيارة اي سي ار أصلية فول سبيكس، مخففة على الآخر، نفس سيارة أخوي عبد العزيز الفضيلي، بتتذكروا كريم صورها تست درايف، لا تفوتكم الحلقة. تخفيف السيارة من المقاعد، مقاعد الاي سي ار بيجي وزنهم 30 كيلو كل مقعد، هدول المقاعد كربون فايبر مخففين، وزن الكرسي 3.5 كيلو فقط، طبعا فل سيفتي 100%. عليها رول كيج زاد تقريبا 9 كيلو بالخلف، بس تعرفوا اكيد لازم سيفتي. فهاي السياره بشكل سريع، الله يحمي اخوي عبد الله، يعني سياره مجنونه والله، لازمها حلقه سبيشال كار. انطربوا شوي الحبايب.
عدد كبير من السيارات مميزه مو عاديه وسيارات نادره. شايفين هاي الاي سي ار، هاي الاي سي ار اكبر مدمن فايبر. ان شاء الله المستقبل ليله حافل ان شاء الله. هاي الاي سي ار ليميتد اديشن، فقط 28 سياره بالعالم. هاي اصدار ال 128 اللي هو 28 سياره اطلقوهم، كسروا الرقم تاع حلبه لاغونا سيكا، جابوا دقيقه و28 ثانيه. فمشان هاي المناسبه طلعوا 28 سياره. اتوقع هاي السياره الوحيده بالخليج كامل، هيها قدامكم. وهي الرقم، هذا الستيكر اصلي مشان تخليدا لهاي السياره انه كسرت رقم لاغونا سيكا. هاي كانت جوله سريعه خفيفه بسيطه، تنطربوا وتمتعوا انظاركم. الله يحمي هاي السيارات واصحاب السيارات، والله يرزق الجميع وكل اللي بخاطره دوج فايبر. نحو شعارنا الدائم للعالميه باسم العرب، مع عرب جي تي. في امان الله.